السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في وصفة جديدة من قناة وصفات مطبخ غدا زين. النهاردة هنعمله مشروب كده، هي مش وصفة، انا قمت اعمل لولادي مشروب يشربوه، فقلت اصوره لكم بالمرة تستفادوا منه. انا هعمل لهم مشروب تمر باللبن او بلح باللبن. انا هعمله بالبلح الاسود، معايا حبة من البلح الاسود انا قشرتهم وشلت النوايا منهم، ومعايا كوباية كبيرة من اللبن، دي كوباية من كوبايات التكاوي اللي بنشربوا فيها عصير التكاوي بره، هي بتشيل حوالي نص كيلو لبن او اقل، حاجة بسيطة. هي وصفة سهلة وبسيطة خالص، هي تعتبرش وصفة. احنا اهو بنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه التمر اللي انا فصصته، وهنحط معاه كوباية اللبن بس كده، وهضربهم في الخلاط. هروح اضربهم وهرجع لكم. تمام كده، خلاص ضربناه اهو في الخلاط، شايفين بقى قوامه. شايفين جميل جدا، يا ريت تجربوه، حلو جدا، هيعجب اولادكم جدا، وبعدين مغذي جدا جدا جدا. هتدي لولادك عصير وفي نفس الوقت حاجة مغذية. البلح مليان او التمر مليان بالحديد والمعادن المهمة جدا لجسم الاطفال وللكبار، فياريت تعملوا المشروب دوت وتشتركوا في القناة معانا عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم.